الحمد لله رب العالمين، والصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ندوة اليوم أقامها البيت الثقافي الفيلي بطلب منهم في أن تكون ندوتهم عن العربية في يوم العربية العالمي في رحاب المجمع، فرحبنا بالطلب واحتضناه في هذه القاعة وحضروا وحضرنا، كما تشرفت بتكليفهم لي بأن أكون المحاضر في هذه الندوة، فتحدثت عن العربية تاريخا وخصائص، وسبق لي أن تحدثت في المناسبة نفسها بكلية التربية بجامعة المستنصرية قبل يومين، بس كان الحديث مختلفا في جانب آخر من العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. في رحاب المجمع العلمي العراقي، هذا الصرح الكبير بيت العلماء، هذا المجمع الذي هو راعي اللغة العربية وحامي اللغة العربية، عقدت اليوم هذه الندوة ما بين البيت الثقافي الفيلي بالتعاون مع المجمع العلمي العراقي. وقد ألقى الأستاذ العلامة الدكتور محمد حسين آل ياسين رئيس المجمع محاضرة قيمة تناول فيها اللغة العربية، لغتنا، هويتنا. المجمع العلمي العراقي هو مؤسسة علمية ثقافية يهدف إلى توحيد الثقافة عبر أكبر وسيلة تواصل وهي اللغة. المجمع العلمي العراقي الحامي الأول والسور للغة العربية عبر تاريخه، كان هو المؤسس لفكرة تعريب المصطلحات واللغة. من أهم التحديات التي تواجه اللغة العربية اليوم هي كيف يمكن أن نوافق بينها وبين العلوم الرقمية، وفي عصر التكنولوجيا والذي يوصف بأنه عصر السرعة الفائقة، كيف يمكن أن نحول هذا المحتوى إلى شبكة عالمية وأن نثريها بما تمتلكه من دلالات. الحقيقة نحن نؤمن بقضية دمج الاختصاصات، وهذا الدمج يقع على عاتق الكثير من المؤسسات التعليمية والجامعات، فيمكن لطالب اللغة العربية أن يختص بأكثر من مجال ضمن دراسته الجامعية، كان يكون يختص بعلم الحاسوب واللغة لتسهيل تحويل اللغة المكتوبة أو اللغة إلى رموز رقمية وإثراء الشبكة.